بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول لك دور على موهبتك تاكل شهد. صحيح، دور فين موهبتك ونميها وكبرها، هي دي هتبقى مصدر رزقك، هي دي اللي هتاكلك الشهد. لكن المشكلة ان في ناس بتموت وبتموت معاهم مواهبهم، وفي ناس بيدفنوا وتدفن معاهم مواهبهم، وفي ناس للأسف بيكتشف موهبته متأخر قوي. ربنا عادل، ادى كل واحد في الدنيا دي موهبة لو اشتغل عليها ياكل شهد من وراها. خليني احكي لكم قصة النهاردة. هو تحول من حلاق فاشل محدود النجاح الى مفجر الثورة الصناعية في اوروبا. تخيلوا، هو اسمه ريتشارد أركوايت. اتولد 1732، اتولد في بريطانيا. هو كان حلاق، بس حلاق تعبان على قده، مش هي دي موهبته، بس هي دي الشغلة اللي اشتغلها اللي جت في وشه. ما احنا كتير يا جماعة بندخل الجامعة على حسب المجموع، لكن يا ترى احنا شاطرين في ايه؟ ولا حد بيفكر في الحكاية دي. الراجل دون اشتغل حلاق متخصص ان هو بيعمل الباروكة، الباروكة بتاعت الستات او الباروكة بتاعت المحلفين. لو تعرفوا في الغرب في المحاكم كان يبقى فيه ناس المحلفين اللي هو بيقول مذنب ولا مش مذنب، بنشوفهم في الافلام. الراجل ده بقى كانت شغلته يعمل البواريك دي. لكن هو اصلا ما كانش شاطر وما كانش ناجح كحلاق ولا في صناعة البواريك، وبعد شوية أصلا بدأت تنقرض فكرة الباروكة، ما عادش فيه إقبال عليها زي القرن ال17. بدأت الدنيا تقل لغاية ما وصل إن هو فلس وقفل المحل بتاعه كحلاق. فقعد مع نفسه يفكر، وكان السؤال هو اللي أنا بقوله لكم، سأل نفسه سؤال: هو أنا شاطر في إيه؟ هو أنا متميز في إيه؟ هو أنا هواياتي إيه؟ مهاراتي إيه؟ حد فيكم يا جماعة بيعمل مع نفسه كده؟ حد يا جماعة مستعد ان هو، احنا يا جماعة ليه ماشيين في دوامة؟ يعني ايه دوامة؟ يلا من المدرسة على الكلية، من الكلية طب يلا عايز ادخل كذا. معقول ما قعدتش مع نفسك مرة؟ طب انا هواياتي ايه وانميها ازاي؟ وايه الكورسات اللي اخدها وادخل على الانترنت واتعرف على الطرق اشمعنا بنستخدمش الانترنت غير ان احنا نتفرج على صور الولاد والبنات ووقفنا على كده؟ ليه ما نستخدموش في ان انا اطور موهبتي ازاي واعمل سيرش على الحكاية دي وادخل وادور؟ الراجل ده عمل كده مع نفسه. انا مهاراتي ايه؟ فاكتشف ان مهاراته في الميكانيكا، هو بيحب الالات. قال طب انا ليه كنت شغال حلاق؟ صدقوا من رحمة ربنا ان هو اتقفل المحل. احيانا ربنا يقفل عليك باب علشان انت رزقك في باب تاني وانت بتزعل، لكن الراجل قرر ان هو يشتغل على موهبته. عارفين الراجل ده عمل ايه؟ عمل حاجة بعد كده اسمها الكاردينج ماشين. الكاردينج ماشين دي كانت اول آلة تتجه الى ان احنا نستخدم الالات بالبخار، وتبدأ الثورة الصناعية ويبدأ استخدام الالات على نطاق واسع. قبل ما يطلع بقى جيمس وات والناس الكبار اللي عملوا الحاجات دي، ده كان اول واحد يفكر في ان الالات ازاي تعمل انتاج غزير وانتاج كبير. ريتشارد أركوايت تحول الى واحد من المشاهير في اوروبا في الالات اللي بقى بيعملها، وتحول انه واحد من اغنى اغنياء انجلترا في الوقت بتاعه لانه اكتشف موهبته واشتغل عليها. بسمة امل لكل شاب او فتاة، بدل ما يلهث من مدرسة الجامعة، مش معنى كده بقول ما تخشش مدرسة وجامعة، لا طبعا هتدخل وتكمل، لكن بتدور على موهبتك وبتنميها وبتقول هي دي اكل عيشي اللي هاكل منه شهد. بسمة أمل لكل واحد يبحث عن موهبته، لكل أب وأم يكتشفوا مواهب ولادهم وينموها، وتبقى دي أعظم حاجة قدموها لولادهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.